أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف رجل أو سيدة أعمال. رحبوا معنا اليوم بضيفنا المميز الأستاذ عبد السلام من ملوك الصحراء. أهلا وسهلا أستاذ، ترحيب خاص من برنامج رواد الأعمال من ABC. أستاذ، ممكن تعطينا تعريف عنك وعن بداية الشركة، كيف تأسست في دولة الإمارات؟ حاليا عندنا كل شيء جديد بالنسبة للشركة الجديدة داخل الإمارات، بس احنا بدأنا الشغل هذا الشغل في هذا الصنف اللي احنا موجود من سنة 98، كان بي أبوي وفي الشارجة، وعقب هذا بعد ما ودرت المحل خلاص رحت عن بوزبي، وعقب حوالي 7 سنوات طلعنا من بوزبي ورجعنا بالشارجة، وعقب الشارجة عجمان، كنت 3 سنوات في العجمان كنت، وعقب هذا في دبي. ممكن تخبرنا عن نوع الخدمات أو المنتجات المقدمة من قبل الشركة؟ بالنسبة للشركة اللي عندنا الحين، شركة جديدة ومحل جديد وموقع جديد في العجمان، احنا بدأنا حاليا بس اللي بيه أطرات أكثر شيء، اللي يكون بالنسبة منطقة اللي موجود والزبائن اللي موجود، بالنسبة معرفة الزبائن اللي موجود في الإجمال، جبته بدأت من أطرات الرخيصة اللي يكون جودة زين، كواليتي ممتاز، وبعد طبعا وراء هذه وراء شغل التوائر، وفي ما بعد تبديل زيوت وفلتر، وفي وراها الشغل الميكانيكي، في وراها يعني خدمات السيارات بالنسبه زيت وفلتر وبطاريه. بعد النجاح الرائع اللي وصلتوا، ما هي الرؤيه والخطه المستقبليه للشركه؟ لا، بالنسبه الشغل اللي عندنا الحين موجود، اللي قبل سنه احنا فتحنا واحد المحل او مستودع اللي يكون فرع الرخصه دبي، احنا فتحنا محل في الشارقه، وعقب سنة يعني الحين صار سنة، عقب سنة فتحنا محل في الإجمال اللي يكون بالخدمات السيارات، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله عقب 2 أو 3 شهور شيء بنفتح محل في الغوز دبي. بالنهاية، ما هي الرسالة اللي بتحب توجهها لدولة الإمارات على نعمة الأمن والأمان وعلى دعمها المتواصل للمستثمرين؟ والله زي اللي أنا شايف داخل الإمارات، اللي قد أكثر من نص عمري اللي قاعد في الإمارات، وبالأكثر شيء اللي إمارات شارجة، إمارات شارجة، إمارات دبي، أبوظبي، والحين في الإجمان، وكنت في الإجمان بعد. والله بالنسبة بالشغلات الإدارية ما شاء الله ما قصروا شيء، وطبعا ما زرنا لحكام ولا شيء، بس اقدر من بعيد اترش رسالة حقهم شكرا على كل شيء. ممكن تخبر المشاهدين كيف يقدروا يوصلوا ويتواصلوا معكم؟ عن طريق حاليا عندنا شو صفحات في اول شيء بالنسبة لموقع داخل جوجل زين، وبعد عقب هذا الانستغرام، وبعد في ارقام التواصل عن طريق واتساب، وبالنسبه هذاك اللي مشاهير اللي احنا نجيب وصفحات تبع مشاهير، ولا احنا حطينا الموقع محل وحطينا المنتجات اللي موجود في المحل وخدمات اللي يسوون حق الزباين، هذا الطرق بس. إلى هنا تنتهي حلقة اليوم، تابعونا كل جمعة وسبت على قناة ABC. دمتم بخير وفي رعاية الله.